صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك صحفي يصف يقول هناك صحفي يصف من يرجع الزلازل والبراكين إلى ذنوب العباد بأنه من الخرافيين، فما حكم قوله هذا؟ هذا هو الخرافي، ينطبق عليه وصف الخرافي. أما الذي يقول أن الزلازل بأصحاب ذنوب العباد هذا مؤمن وليس بخرافي. نعم، إنما الذي يقول إنها ليست لذنوب العباد هذا هو الخرافي الذي لا يستند إلى دليل. نعم.